حكم بيتجاهل ضربة جزاء لإنبي والنتيجة 0-0 في مباراة الزمالك، وبرضه محدش يقول لي النتيجة خلصت 4-1. ضربة الجزاء الصحيحة اللي ما اتحسبتش لإنبي كانت النتيجة 0-0. يعني لما فريق يتقدم إنبي، لما فريق يتقدم نشوف إيه التأثير. نشوف كابتن أحمد الشناوي في أون سبورت شاف ضربة الجزاء التي لم تحتسب لإنبي في ماتش الزمالك والنتيجة 0-0. الحكم كان لازم يكون عنده حركة، يتحرك يا بالشكل ده يبقى هنا كده، يا يكون يقطع مثلا بالشكل ده هنا. المهم ان هو لازم يكون قريب في الحالة دي، لان الحالة بعد كده هتبين قد ايه المشكلة اللي هو فقدانه للقراءة والتوقع. بص هنقف هنا المسافة اكتر من 15 متر مخالفة، من طبعا الحكم الاضافي يصعب عليه تحديد مخالفة هنا، الحكم بشكل بعيد خالص الناحية التانية ما يقدرش يحدد المخالفة من عدمها. في الحالة هنا لما نشوفه في الإعادة هنلاقي إن جنش ارتكب مخالفة ضد مهاجم إنبي. هتبص للمهاجم بياخد الكرة وجنش بعد كده بيخبط رجله أو بيركلها، فبالتالي بيقع لاعب إنبي، ودي ركلة جزاء لم تحتسب. ليه؟ مش الحكم شافها وما حسبهاش. الحكم ما شافهاش لأنه ما كانش عنده القراءة والتوقع للنكست فاز أوف بلاي اللي هو الشكل التالي للعب فين هيبقى. لازم يبقى قريب ويروح يشوفه عشان يقدر يحتسب. فطبعا هنا باين الرجل جدا بتاع جلنش لطشه، هي لطشه طبعا سريعه وبتبقى صعبه، عشان كده الحكم لازم يكون قريب وشايف. تعادل غير مستحق يهدى لبيراميدز، وام بي يحرم من في مباراه الزمالك. ادي ده مش لطشه رجل ودفع بالكوع اهي والايد، ده الاثنين. مفيش حاجه اسمها ال 15 متر ما يشوفش. يبقى انا مع الاستاذ السباعي الذي بيبقى فيه دكتور. اصلا السباعي عايز دكتور عيون ومدلك ضمير. ومدلك ضمير. هو اللي هو عايز بالكهرباء. طيب شفنا ازاي اصله، يعني المساله الجواب بيتقري من عنوانه. شوارب، انت عندك العنوان بتاع اللي الحقيقه انا لفتت نظري في السوشيال ميديا النهارده متداوله جدا، كلمه بليغه قوي، مش معناها كده، مش مطلوب مني اشرب ميه البحر كله عشان اعرف انه مالح، عشان اعرف انه مالح. بق واحد يكفي. فبالتالي هو الجواب بيتقال من عنوانه، هي دي. لا داعي لشرب البحر كله لنكتشف انه مالح. وكويس ان هي جايه على ظرف الجواب عشان تعرفوا الجواب بيتقال من عنوانه، مش محتاجة استنى للاسبوع ال20 ولا الاسبوع ال30 في المسابقة عشان اعرف انه في مصيبة سوداء بتحاك في هذه المسابقة السنة دي. مش محتاج انتظر، مش محتاج اشرب البحر كله عشان اعرف انه مالح. بق واحد يكفي. العينات اللي انتوا شفتوها كافية جدا. اللي حاصل من ابو خاطر مع ابراهيم نور الدين ومدلك الضمير اللي بيطالب بيه واللانجمان ده الطاقم بالكامل متفق على هذا الامر. عايزين تستنوا لغايه انت ازاي شفت احمر؟ انت في واحد اصفر ومغطيه واحد تاني لا يمكن تشوف الاحمر من خلالهم. صحيح. حتى ازاي جاب بوكس عصام السباع هو جابه لك. بوكس ده جه في وش مين ده البوكس ده؟ في وش هذا الفساد بجد؟ في وش هذا الضمير اللي محتاج ضمير، محتاج مدلك يصحيه. تعالى بقى شوف جاد جريشه في ماتش الاسماعيلي عمل ايه؟ وسعت ده وسعت ده مش كده؟ اخنق في الاهلي بقى. من اولها؟ اول ماتش مع الاسماعيلي جهاد جريشه الحكم المونديالي اللي راجع الراجل من كاس العالم يلغي هذا الهدف. نفسي بقى ايه برضه نشوف الحكم نفس الشيء اهو جوه اللعبه ما قالوش حاجه. يعني على فكره الحكم الخامس ده اتعمل عشان يعلم عليهم، عشان يكشفهم بالظبط. ده جابوا لنفسهم مصيبه، ده كانوا بيلاقوا حاجه يداروا فيها. اصل الزحمه قاموا السنه دي مستعينين بالحكم الخامس اللي ورا المرمى، فتبقى الكارثه السوداء ان هي قدام عينيه. بصوا بعدين ناطط قبل الثاني، ده ناطط قبليه، يعني فيها جون يتلغي تحت مرمى وبصر وعنايه ورعايه وحراسه الافندي اللي ورا ده.
جهاد جريشة إيه بقى؟ اللي قبل كده ايه بقى؟ لغى جول الاهلي بحجه لمسه يد لعمرو جمال، وهي لمسه يد على لاعب الاسماعيلي كمان. أيوة يعني أيوة. يا تلغي تدي ضربه جزاء تحتسب الجول. بص عشان ربنا ان الله لا يحب الفساد، صدق الله العظيم، ده قران. ربنا ما بيحبش لا الفساد ولا المفسدين الفاسدين، فتقوموا واقعين في شر اعمالهم سريعا تحصل نفس الغلطه في مباراه المصري، هي بتحس الناس تقول في نفس اللحظه. اليوم فكرنا شوارب محمد معروف بيحسب هدف للمصري نفس اللقطه اللي اتحسبت اتلغت للاهلي، اهي ادي جول للمصري في ماتش المصري والاسماعيلي في الجونه طبق الاصل يتحسب، والحكم الرابع قدامه هي بس دي اوضح يعني وقع فيه اهي. وهو لدرجه ان كوف اتعور بالظبط اهي 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 قافز عليه وجايب نفس يعني لو اتعادت هتلاقوا نفس القفزه بتاعت كوليبالي. يلا عرفتوا وبعدين اخطاء تحكيم ماشي، قلنا المره دي هنشربها. بعد كل ده كان لازم المجلس الاداره يطلع البيان اللي بيقول خلاصه لاتحاد الكوره، يتحققوا في اللي حصل وتقولوا لنا اللي حصل ده حصل ليه، وتبعدوا هذه العناصر المتورطه بوضوح. يا اخي اتكتب لكم عيب عيب ان يبقى في حد مش مظبوط، يا اما في موقف. الله تعالى بقى بيتطهر، الكل بيتطهر. تعالى لي بقى لابراهيم نور الدين كحاله فرديه، تذكر ماتش الفيصلي ولا والترجي كان اللي اتضرب فيه؟ ايوه عندكم اللقطه دي يا جماعه الفيصلي، هاتوا قال ادي الاحداث. لا استنى بقى شوف لي هو فين ابراهيم، فين ابراهيم في وسط اللقطه دي؟ الحكم ابراهيم نور الدين الحكم المصري بيتضرب من قدام ومن ورا ومن تحت ومن فوق وبيجري وراه وكلنا زعلنا وكلنا اتضايقنا. يعني ده كان موقف عصيب وفعلا مهين جدا لفكره العداله. بص الراجل جاي من فوق بيضربه ازاي؟ حكم مصري مفيش حد في الملعب ما ضربوش هنا من الفيصلي الاردني، مباراه في البطوله العربيه الفيصلي والترجي. بص يا استاذ ابراهيم ابراهيم نور الدين كمل الماتش ده مش لغاه. وانا مندهش كيف واتته الشجاعه والجراه، لكن انا وصلت لتفسير حتى انا لما تشوف دي اللقطه تانية واللاعيبه والاداري ده في اداري كمان هيجيله دلوقتي يديله بوكس. لسه بيضحك الراجل. بص ادي الروسيه وبتطبطب عليه، المشكله انه بيضحك بعد العلقه اللي خدها بياخد الروسيه او قبليها. وبعدين انا رايي ان ابراهيم نور الدين وحرصا على العروبه ايوه قال كلام فارغ، واخد بالك ما يخش دماغ حد في الاعداديه. في راي ابراهيم بيه ان ابراهيم نور الدين انتهى اكلينيكيا من التحكيم، عارف الموت الاكلينيكي ده انتهى اكلينيكيا من التحكيم. هو الموت الاكلينيكي بس عشان الناس ما بعضهم ما يعرفش الموت الاكلينيكي ده ان المريض يبقى قلبه ينبض في حياه ولكن لا يسمع لا يرى لا يشعر لا يتكلم لا يتحرك، انتهى في وانا يا ريت برضه لو انت بقى شوارب هديك 10 بص بقى تجيب لي انا قلت ايه يوميها. دي حلقه كانت في 7 اغسطس 2017 يعني يا جماعه من سنه كامله لما ابراهيم نور الدين اعتدي عليه بهذا الاعتداء المهين جدا. مين بس سيبكم مش لكونه حتى حكم، يكونوا انسان يقبل هذا يتعرض لكل هذه الاهانات والضرب ويكمل يمسك المباراه لا ويصفر. ساعتها تألمنا كلنا، والمهندس عدلي قال كلام مهم جدا من سنه فاتت في حق نفس الشخص ابراهيم نور الدين. نفتكر الكلام ده. ابراهيم نور الدين لن يستطيع ان يحكم مباراه بعد اليوم، خدها مني بقى
هينزل اي ملعب في مصر ازاي؟ هينزل اي ملعب في مصر ازاي؟ هيقدر يبص اللعيب يقول له كده ايه؟ انت كنت بتشخط وتنطر وكانت الناس مصدقه ان انت عندك صلابه. شافتك وانت يا ريتك ما طلعت على وسائل الاعلام خلاص هنقول ان انت اتخذت وحسبتها بسرعه وانت لما بوظت الدنيا. لان كان اسهل حاجه تطرد الاداري ده. ايه المشكله لو كنت طردت؟ انا مش فاهم ازاي ما طردتوش. الله يعني ايه المشكله؟ ايه حكايه بر الامان وام يعني ام يعني افرض ان انا طردت وراح الفيصلويه هيجين وضربين هيخسروا المباراه. ايه المشكله؟ انت عارف دي بتذكرني بايه؟ وبرضه عايزك تتذكر ايه اللي حصل له في البطوله الافريقيه في انجولا. واحنا بنلعب الجزائر. كوفي ادو. مش كان اسمه كوفي ادو الحكم؟ وكان واحد من الحكام المرموقين جدا في افريقيا. لما الجون جري وطلع وضربه في صدره. بالروسيه. وبرضه كمل الماتش. الاتحاد الافريقي خلص عليه. شفته بعد كده بيحكم؟ طبعا شفته بعد كده بيحكم. لا. ليه؟ عشان قبل الاهانه. عشان كده يا جماعه يا كابتن عصام عبد الفتاح، عصام عبد الفتاح عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، هذه اللجنه لو كانت اخذت موقف ينحاز لهيبه التحكيم ضد ابراهيم نور الدين صاحبكم صديقكم فوق وراسي من فوق، بس الحكم رمز العداله في الملعب، الامبراطور سيد الملعب، لو قبل ان هو يهان بالشكل اللي حصل في مباراه الفيصلي ده ويعتدى عليه ويبرر ويضحك ويقول لك اصله عشان العروبه واصله عشان المناسبه واصله عشان الاشقاء، اشقاء ايه وعروبه ايه؟ اشقاء ايه قدام نموذج مسؤول عن العداله في الملعب يهان بكل هذه الافعال؟ وانت يعني عارف دي بتفكرني بنقطه ايه؟ الواحد ادى الثاني قلم فقال له بجد ولا بهزار؟ قال له بجد. لو افتكرته بهزار يقول لك شو عروبه يا راجل، بلا تحكيم بلا بتاع. الواحد لما يحصل فيه حاجه زي كده خلاص انتهى، ما عرفش يصفر. انا برافو عليك. استنى بس، انا برافو عليك بس ان انت قلت ساعتها ده مش هينفع يحكم تاني. شوف بقى الاحداث اللي حصلت بعد كده. اللي حصل بعد كده من تهاون ومن ضعف مستوى ومن اي حاجه مصيبه سوداء، حسابات 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 الكتيره اللي حصلت ديت خلت هذا الراجل اللي كان ممكن يكون الحكم الاول او كان في فتره من الفترات الحكم الاول مش واخد باله ان هو عمال يتراجع واستبعد من حكام النخبه الف في افريقيا وبقى شكلها وحش عشان قبلت حاجات زي كده. ماذا يدير العداله ان ما تطهرتش من هو؟ انتوا لازم تشطبوا الحكم الفاسد لو قبض يعني؟ يعني هي الفكره البنكنوت ده حكم لما توصل انت كده برأت يعني؟ هي دي الافعال فقط اللي ممكن تبطل بيها حكم. لكن حكم يقبل على نفسه كل هذه الاهانات بشكل او باخر لسبب او لاخر ملهاش دعوه برضه بالاسباب، انا مش جاي التحقيق، لكن حد يقبل كل ده ويستمر ماسك صفاره ويبقى مسؤول عن العداله ومسؤول عن هيبه القانون كقانون ازاي؟ طيب مش بس الفيصل الاردني، ما هو بعديها بقى خلاص خلاص الدنيا. انا قلت لك انتهى اكلينيكيا انتهى كده. بس مالي بعديها مالي يا باشمهندس؟ اعتداء على ابراهيم نور الدين في مالي وموريتانيا يا كابتن عصام عبد الفتاح، القانون بيحافظ عليه رجال اقوياء اشداء. ابسط حاجه الحق، لكن في البطل القوه بتروح. استاذ ابراهيم، ما هو انت لما تتكلم وتداري على حاجات فجأة بالمنظر ده، لا ما دي مش قوة. القوة انك انت تيجي ما تقبلش اهانات التحكيم، ها؟ من جوه التحكيم، سيبك من العناصر الخارجية ما تتشطر عليها. بتوقف لك مدرب، بتوقف لك لعيب، بتوقف جمهور، بتفضي مدرجات ساعات. كان زمان بيفضوا مدرجات. صحيح. ابراهيم نور الدين هتشوفه وهو بيحتفل ضربه جزاء وهميه لايمن حفني في مباراه الزمالك والمصري اهي، عشان تشوفوا اللي بيقبل
انت قبلت الاهانات خلاص خلاص، ما يعني الاخطاء هتتوالى اهي. بصوا بقى بصوا بقى، شايفين ادي ايمن حسني الراجل بتاع الماتش وفي نفس المباراه وبيقول له ما عملش حاجه. الله العظيم اهي اهي، وبيصفر ويحسب له ضربه جزاء. في القانون يقول لك اللاعب اللي بيمنع هجمه واعده، واعده بمعنى انه كانت فيها فرصه لاحراز الهدف وهو اخر لاعب، يطرد كارت احمر لو ارتكب خطا وهو ما فيهوش بعد منه حاجه. طيب عمر جابر بيشيل بايده كوره من على خط المرمى يعني داخله جون، لو ما شالهاش بايده جون، ما فيش وراها اي حد. الراجل ده ما طردهوش. شوفوا بقى شوفوا اغتيال القانون اهو. طيب اللي شادي محمد اخر لاعب، كابتن شادي محمد اتطرد في ماتش الاسماعيلي بتاع 4-4 بسببها. اتفضلوا ادي عمر جابر وخسرنا مباراه البرازيل في القارات صحيح بسبب تطبيق قانون ده. انت احتسبت ضربه جزاء، ما هي ديت ده قانون زينب، انت بتفصل وبتطبق براحتك يا عم. في قانون احترمه طبقه. يقول لك الراجل حسبت له كفايه كده كفايه. لا انت حسبته ما حسبته نص القرار. الاهلي خرج من كاس مصر بتاعت الثاني الاسيوطي بكره زي دي. ها لم تحتسب للاهلي. طيب بس تتشطر على مشجع فجاه تلاقي الكابتن ابراهيم نور الدين قال ايه، اتضايق من مشجع قاعد في الدرجه الثانيه فيطلب انه يطرد من الملعب. ما هي خلاص اطلع بره اهو. لا لا والله لا لا، انت حمش قوي خوفتني والله بجد. اطلع بره. الراجل يقظ وصحي لمشجع، برافو عليك. بس انا عايزك كده على طول. ده في ماتش ايه بقى؟ اللي لمه بلديه المحل. بلديه المحل وهتلاقي ده واحد من بلديه المحل. يعني مشجع من بلديه المحله ولا من الاولمبي تطرده وحمش قوي، لكن لما طارق حامد لاعب الزمالك يتهور عليك يا كابتن ابراهيم ما تعملش حاجه. انا عايزك ذكر على طول انت كنت حمش قوي. فين بتاع شيكابالا؟ اهي شيكابالا اخوانا شيكابالا اللي بقى يبوس ويطبطب عليه، ده في صوره بيبوس شيكابالا. بص نفس البتاع بيقرب من دماغه من دماغه نفس الفكره. عشان كده احنا بدانا الحلقه بالمناسبه. بص ايده انه تجرؤ محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي عليه، قلنا له غلط، كان لازم تطرده. انا قلت كان لازم تطرده. بص بيزق اهو بايده. وادي شيكابالا. لا وادي شيكابالا هتقولنا بقى انا عايز اعرف بقى ايه حوار الايد مع اللعيبه. لا ده كان بيطرد، ده كان شيكابالا بيتهجم عليه. واخد بالك في الموقف يعني كلام بيجي على قد بعض. والحوار ونفس الحكايه، مادد ايده في صدر الشناوي برضه امبارح. لا مش مسموح لك ولا مقبول ان انت تتعامل مع اللعيبه بايدك، لا دلع ولا طبطبه ولا حتى زق اللي حصل امبارح مع الشناوي. الشناوي كان لازم يطرد. استاذ ابراهيم لا يمكن هيقدر اهو. اتفضل ادي لقطه الشناوي اهو. حاسس انه عامل حاجه، واحد حاسس انه عامل عمله قبليها. وايمن حفني في احتجاجه برضه ضد ابراهيم نور الدين. ما احنا ما هو الاحداث بتفسر بعضيها. اللي حصل امبارح ده ما اتولدش بين يوم وليله، ده مش اسم فجأة خالص، دي شخصية تكونت اهو. نفس الفكرة اهو. عشان كده مع كل هذه المهازل اللي حدثت هأعيد بيان مجلس إدارة النادي الأهلي.